بيكم اصدقائي في فيديو جديد، والنهاردة هندخل في سباق السيارات الصغيرة. عايزين نساعد مع بعض، ويلا بينا نبدأ المغامرة دي. طبعا دول اللي هيشاركوا معانا في السباق، وانا الشخصية بتاعتي فين؟ يلا 2-1 جو. اجري يلا. ولا انت بتمشيش ليه صاحبي؟ ايه يا عم ده ما بيمشيش، مشي متأخر والله. انت يا عم هيكسبونا، الله يخرب بيت عقلك. اي وايش يا عم؟ لا انا كده خسرت، انا كده خسرت. استنى، عايزين نضرب العيال دي. وسع يد التهوانه. لا اول سباق يا جماعه ما يحسبش عشان انا مشيت متاخر والله. يا نهار ابيض. لا 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 استنى اخد. لا حاسب يا صاحبي، يا صاحبي حاسب. الواد ده عايزين نخبطه، الولد اللي ماشي هناك ده. يوهو. انا الكهرب. استنى. خد يلا. انا في المركز الكام يا جماعه؟ حد يشوف كده؟ انا في الثالث، في المركز الثالث. حلو. اوه مفيش. سبيد. وسع. ايه ده؟ في واحد ضربنا على فكره. ضربنا سبيد. خلينا نجري بقى. خد يا تعالى. رميت موزة على واحد تقريبا هيتزحلق دلوقتي. انا في المركز الثالث لسه. لا حبيبي هجيبك يا بابا، هجيبك دلوقتي. يلا عايزين ناخد صندوق. اجري بقى يا عم ما توقفش. اجري. انا خبطت فيها. ماشي. اجري. انا اللي في المركز الاول. استنى انا معايا سبيد او حق. عملت لهم سد وانا اللي وقعت فيه. مش معايا اي قدرات خارقه دلوقتي. انا بقيت في المركز الثالث. خسرنا ولا لسه؟ لا لسه مكملين، لسه مكملين. وسع يا حبيبي. كسب، هكسب دلوقتي. يوهو. ايه الفراشة اللي انا برميها دي؟ اوه عديت. انا اللي في المركز الاول. لا. يا عم. الحمد لله حميت نفسي. واحد رمى باللورة. انا في المركز السادس يا جماعة، انا خسرت. وسع يا ابني انت اهو يا حر ابيض. خسرت. نيترو. يلا. عاش. هنكسب. المركز الاول. لا استنى، خدنا سبيد. يوهو. استنى، انا اللي في المركز الاول. كسبته ربنا والله، كسبته وطلعت في المركز الاول. يس، انا اللي في المركز الاول اصلا. وجي جي. هاي ايوه كده. ونستعد مع بعض في مغامره جديده، والمره دي برضو لازم نطلع في المركز الاول. يلا فم 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 فم. اجري يلا، اضرب سبيد. ايه يا عم العيال دي سبقتني ليه؟ المفروض اكسبك. وسع. يو. ايوه. اكسب. يا ابيض، شكلهم هم اللي هيكسبوا. واو انا متاخر جدا، انا في المركز الخامس، بقيت المركز السادس. هخسر انا في المركز. نار ابيض. خسرت. يا عم وسع، يا عم خبطت فيا. حسب يا صاحبي، ضربت نيترو. نيترو كمان يا عبد. وسع انت هو. اجري. خسرنا. انا في المركز الخامس، بقيت السادس. يلا بينا اضرب نيترو. لا متأخرين جدا. نيجي كمان. يوهو. وسع يا سادس، في المركز السادس. ايه ده الجليد؟ الجليد هنتزحلق على الجليد. شكلنا كده خسرنا خلاص. المرحلة دي مش بتاعتنا باين كده يا شباب، ولا شكلنا هنعملها في الآخر وهنكسب؟ شكلنا كده ممكن نعملها في الآخر ونكسب. يا ابني وسع. ابدأ بقى. يلا. هنكسب اهو. يوهو. السبيد راح في الفاضي. يلا عايزين اول ما الطريق يبقى مظبوط نضرب سبيد. ماشي اهو استنى يا ابني وسع الطريق.
خسرت خسرت انا في المركز الرابع. اوه خسرنا 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 صاحبي. المركز الثاني 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 الثاني. لا اجري 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 اجري. يو يا عم وسع طريق يا عم. انا في المركز الثاني. يا رب سبيد بقى سبيد سبيد بسرعة سبيد. لو معايا سبيد ايوة كده هوصل للمركز الاول. للأسف اصدقائي طلعنا في المركز الثاني بس حلو في تقدم. الماتش المرة دي صعب واللي هيكسب هو اللي هيرفع الكاس. فعايزين نحاول نوصل للمركز الاول. يلا انا مش عارف هما بيسبقوا بسرعة ازاي كده والله. لازم اكسبكم. ده تقريبا السباق في الاهرامات. بص لا طب انا ما خدتش اي حاجه. طيب هم اللي خدوا كل الصناديق. عايز اي صندوق اي صندوق. طار ابيض اجري يلا. اوه شكل كده هكسبهم. لا اي صندوق اي صندوق. طيب والله ما خدتش ولا صندوق. الله يا عم وسع يا عم الطريق. شوفوا يا شباب انا في المركز الكام بس انا مش شايف. حد يقول لي حد يقول لي حد يقول واحد خبط. ايه بقى المركز الثامن. لا مستحيل. استنى في صندوق اهو. في صندوق صندوق صندوق. مع السلامه يا صاحبي انت هو. ايوه كده. لا اجري 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 اجري. لا بصراحه بتاعتي المكان ده جامد احلى حاجه. بوه مع السلامه الشاي يا حبيبي. شيلو. لا 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 يلا لا لا ده هنضربه ده هنضربه. اوه فنشني فنشني. تعالى 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 انت كمان. يلا لازم افنشكم كلكم. دول عمالين يضربوا في بعض. استنى مش شايف حد مش شايف حد. تعالى تعالى يا حبيبي. ودع يا زلمة. عاملين بوابات عاملين بوابات. ما خدت الصندوق بس حلو حلو زي ما احنا ماشيين كده. يلا 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 سباق سباق سباق. انا اللي في المركز الاول شكلي كده انا اللي هكسب. وسع يا حبيبي وسع يا بابا وسع يا حبيبي وسع يا حبيبي. انا اللي هكسب خلاص. يوه بص 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 هنا كمان. يلا موزه كمان هنا حلو قوي. اجري اجري. واحد ضربني بصاروخ. ماشي انا جاي لكم دلوقتي اصبروا بس. لا 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 ده كذب خالص ده كذب. انا بقيت في المركز الرابع بقيت في المركز الرابع. وي 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 وي. اللي معاه في الصندوق ما خدت الصناديق ولا ايه؟ تعالى اللي في المركز الاول انت. شوف بقى انا بص بص تعالى. خد يا حبيبي مع السلامة مع السلامة. المركز الكام لها؟ للأسف طلعت في المركز الخامس. مأساة والله. أنا هدخل جولة تانية معاهم. هدخل جولة تانية والله معاهم. ماشي فيري جود يا شباب. أنا قلت لهم بقى إن دي آخر جولة يا شباب آخر جولة معاكم وأكيد أنا لازم أكسب فيها. فيلا بينا نستعد بقى. بوم وسع يا حبيبي. ولا كلهم خدوا صناديق الا انا بس هكسب برضه. هكسب 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 هنكسب هنكسب. يو مع السلامه. اجري اجري. لا واحد ضربني واحد ضربني. ماشي 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 ماشي. مترو مترو. وسع يا حبيبي وسع بابا. ايوه كده مركز اول مركز اول يا رب مركز اول. مع السلامة. ودع بوم. ضربته. اجري اجري اجري. بص حد يضربني. يوه لا ما حد ضربني بصاروخ زي اللي انا ضربته على ولا اللي قبل كده. ماشي ماشي خدت الصندوق. بوم مع السلامة. واحد كمان واحد كمان. اجري 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 اجري. يلا انا اللي في المركز الاول هخلي معايا الصندوق ده. عم يا رخم انت. ما قدرتش ما قدرتش اخد صندوق. ماشي عادي عادي عادي.
بسرعة 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 بسرعة. يلا يلا. لا عمالين يضربوني كل ما اطلع في المركز الاول. بس انا هحاول احاول اكسب بقى المرة. يلا يلا اهو هات الولد اللي بعيد ده. خد يا صاحبي. فاينل دي ولا ايه؟ دي اخر مرحلة. ولا انا اللي في المركز الاول. انا اللي في المركز الاول. يا ربي يا رب افضل كده في المركز الاول. استنى 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 لا 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 لا. بوم. ماشي اضرب عليه زي ما هم ما بيضربوني بقى. زي ما هم ما بيضربوني. المركز الثالث الثالث الثالث. ثالث. يوهو. ابعد ياض ابعد ياض يا ريت. لا خسرت خسرت المركز الثاني الثاني. بس طلعت في المركز الثاني الحمد لله. عملنا حاجة متقدمة المرة دي. بص كده بقى شوف انا وانا في المركز الثاني هتلاقيني رافع الكاس برضو دلوقتي. يلا يلا هنشوف هنشوف مع بعض دلوقتي. استنى يلا يا عم هات وانا في المركز الثاني اهو اهو انا اللي واقف في المركز الثاني ده. والله كان نفسي ابقى في المركز الاول بس يلا عادي مش مشكلة بقى. طبعا اصدقائي لحد كده بقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم بقى تنسوش تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا في القناة. سلام.